أعزائنا المشاهدين، يتجدد معكم لقاؤنا الأسبوعي والذي نستهله بأبرز العناوين. بحضور لافت، العاصمة عمان تشهد افتتاح بازار الرحمة الرابع. رعايا الكنائس في المملكة تحتفل بعيد يسوع الملك. السفير الهنغاري يدشن مشاريع في مدرسة البطريركية اللاتينية في ماركا. أهلاً بكم. في أجواء روحية وإيمانية، نظمت فضائية نورسات الأردن بالتعاون مع شبيبة الأردن للدراما المسيحية بازارها الميلادية الخيرية الرابع الذي استمر 3 أيام حمل اسم الرحمة، وذلك في قاعة كنيسة السيدة العذراء للروم الملكيين الكاثوليك بجبل عمان. تفاصيل أوفى حول هذا البازار في التقرير التالي. تحت رعاية مجلس رؤساء الكنائس في المملكة، أقام مكتب فضائية نورسات الأردن في كنيسة السيدة العذراء للروم الملكيين الكاثوليك جبل عمان بازار الرحمة الرابع، والذي تزامن هذا العام مع ذكرى المولد النبوي الشريف. وفي حفل الافتتاح الذي حضره المطران خريستوفورس عطلة، مطران عمان للروم الأرثوذكس، وكيرجوزيف جبارة، مطران الروم الملكيين الكاثوليك في الأردن، وممثلو الكنائس المختلفة في المملكة. قالت الدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات الأردن بأن بازار هذا العام شهد مجموعة من الفعاليات والأنشطة الجديدة التي استقطبت جميع أفراد الأسر في المملكة، مشيرة أن البازارات السابقة جاءت ضمن خدمة نورسات المسكونية ومسؤوليتها الإنسانية، حيث تميز البازار الرابع بوجود أكبر مغارة ميلاد في الأردن تم صنعها بأيدي شباب مسلمين ومسيحيين مؤمنين بأواصر العيش المشترك ومعنى المواطنة الصالحة والمحبة التي تجمع ولا تفرق. أحييكم في هذا النهار، كنيسة السيدة العذراء للروم الملكيين الكاثوليك، وتزامنا مع ذكرى المولد النبوي الشريف، ونحن على أعتاب الاحتفال بمولد الرسول ونور المحبة السيد المسيح، داعية الله أن يجدد إيماننا وأن يملأ قلوبنا رحمة لكل محتاج من بني البشر، من أهلنا وإخوتنا الذين يعيشون معنا على أرض هذا الوطن الغالي على قلوبنا. أردن الخير والكرم والضيافة، أردن السلام والأمان. لا يسعني إلا أن أشكر كل من ساهم بإنجاح هذا العمل المتواضع، والشكر الموصول للقائمين على هذه الكنيسة وراعيها الأب الأرشمندريت نادر صوق، ومجلس رعيتها وأخويتها الأكارم الذين فتحوا أبواب كنيستهم وقاعاتها لهذا الاحتفال. ولا يفوتني إلا أن أشكر شبيبة الأردن للدراما المسيحية على تنظيمهم المميز، وأيضا أشكر المجموعات الكشفية على حسن تنظيمها لحركة السير، وفرق العزف من الكشافة على الألحان المميزة. وحسن الختام، لابد وأن أشكر هذا الحضور الكريم لهذا البازار ودعمكم له، مع دعواتنا بأن يبارككم الرب ويحفظكم جميعا بهذا الموسم المجيد، ودائما معونتنا من عند الرب. آمين، وكل عام وانتم بخير. وبدوره قدم راعي كنيسة السيدة العذراء للروم الملكيين الكاثوليك بجبل عمان قدس الأب نادر ساووق كلمة شكر فيها ضيوف البازار، كما قدم لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين أصدق التهاني بمناسبة فوزه بجائزة تيمبلتون، معربا بنفس الوقت عن شكره وامتنانه لمكتب فضائية نورسات الأردن
على ما يقدمه من جهود في دعم المبادرات الإنسانية. أحييكم أيها الضيوف الكرام تحية المحبة والسلام، وأرحب بكم أجمل ترحيب في رحاب كنيسة السيدة العذراء، حيث نلتقي اليوم معا لافتتاح بازار الرحمة الرابع بدعوة من مكتب فضائية نور سات الأردن، وبتنظيم من شبيبة الأردن للدراما المسيحية، وتحت رعاية مجلس رؤساء الكنائس في الأردن. واليوم تيلي لوميير ونور سات بفضائياتها المتنوعة انطلقت في كل أنحاء العالم لتعلن وتنشر رسالة المحبة والسلام والتلاقي. فنور سات بالنسبة لنا وإلى الكثيرين هي الكنيسة في البيت، ونور يضيء للعالم أجمع، وشاشة إيمان ورجاء، ومحطة تلاقي وانفتاح على الآخر. ومن هنا كان دور نور سات في نقل رسالة المحبة والسلام والتلاقي، وحرصها الدائم على الانفتاح والتآخي في سبيل تحقيق الوئام بين أتباع الديانات. وأقيم البازار بالتعاون مع شبيبة الأردن للدراما المسيحية بحضور لفيف من الآباء الكهنة والأخوات الراهبات، وجمع غفير من أبناء الكنائس الذين قدموا من كافة محافظات المملكة، حيث اشتمل على أشغال يدوية وهدايا ومستلزمات عيد الميلاد، والتي يذهب ريعها إلى عائلات متعففة وأسر محتاجة لإدخال بهجة العيد إلى بيوتهم، بالإضافة إلى اشتماله على عروض وحفلات يومية للأطفال وعزف لعدة فرق كشفية من مختلف الكنائس في الأردن، وكذلك أمسيات ترانيم ميلادية لجوقات من مختلف الكنائس بمشاركة المرنمة شيرين حتر وفقرات أخرى فنية متنوعة. احنا حبينا نشارك هون البازار، دائما بنسمع عنه بازار الرحمة كتير له، يعني بنسمع عنه كتير حلو يعني، فحبينا هاي السنة نشارك، أول مرة احنا بنشارك هون، وأجواء حلوة وأجواء هيك فيها فرح، والكل مبسوطين معهم، في محبة، في أجواء حلوة، فإن شاء الله ربنا دائما يبارك. يعني بازار الرحمة معروف عنه ضمن السنين السابقة، بازار كتير مرتب والناس كتير طيبين فيه. أول مرة بشارك بالبازار هون، البازار يعني في عليه إقبال من الناس، ويعني إن شاء الله إنه كل سنة بالواحد بيضل يشارك. اشتركت بهذا للمرة الثالثة لأن شفت إقبال كثير على المنتوجات، والحمد لله والشكر شغل ماشي، نشكر الله. بازار رائع جدا، أكثر من رائع، بإدارة الأخت باسمة سمعان، وإحنا أول مرة بننزل هذا الإشي اسمه ميني بانكيك، يعني واشتركنا أول مرة وما شاء الله يعني إشي أكثر من رائع. ست باسمة سمعان على هذا البازار وعلى مشاركتنا ب، يعني هو بازار حلو وإن شاء الله يعني الله يوفق الجميع. بازار رحمة طبعا بغنى عن تعريف، صار جزء من المواسم الميلادية وجزء من احتفالاتنا الميلادية كل سنة. ما منصدق إمتى يجي البازار، موعد البازار تنجتمع هالجماعات الحلوة ونهتم هيك بين بعض. كاي البازار كتير حلو لأنه منوع بالمنتجات، كتير منوعة وحلوة. إحنا شبيبة الأردن للدراما المسيحية للسنة الرابعة على التوالي عم ننظم بازار الرحمة. طبعا الحمد لله في إقبال من الناس من مختلف الكنائس ومن مختلف الشبيبات المسيحية، ومشاركات من الكشافة، عدة فرق كشافة متعددة. وفي ختام الحفل الذي أدارت برنامجه الإعلامية ريبيكا عودة، تم تكريم كافة الجهات الداعمة للبازار بدروع تذكارية إلى جانب التقاط الصور الجماعية، ثم قام الجميع بجولة في أرجاء البازار وتعرفوا على أقسامه ومحتوياته.
احتفلت رعية الروم الملكيين الكاثوليك في مدينة العقبة بعيد أخوية أم النور من خلال القداس الإلهي الذي ترأسه سيادة المطران كير جوزيف جبارة كلي الوقار رئيس أساقفة بترا وفيلادلفيا وسائر الأردن. وشارك في هذا الاحتفال الأب إبراهيم حجازين كاهن الرعية بحضور الراهبات الشويريات ولفيف من أبناء الرعية. وتحدث سيادته في العظة عن تكريس الأخوية الذي تزامن مع عيد دخول السيدة العذراء للهيكل، مشدداً على دور الأخوية الذي لا يتمثل فقط في سماع كلمة الله بل وطاعتها. وفي نهاية القداس تفضل المطران جبارة بتقديم أيقونة العذراء لأعضاء الأخوية التي قدمت من جانبها لسيادته أيقونة مماثلة، شاكرين له حضوره إلى الرعية. ترأس سيادة رئيس الأساقفة المدبر الرسولي بير باتيستيا باتسبالا قداس شكر في كنيسة قلب يسوع الأقدس للاتين بتلاع العلي. كما رعى سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن أمسية يوبيلية بمناسبة ذكرى تأسيس جوقة قلب يسوع الأقدس. المزيد في التقرير التالي. أحيت جوقة قلب يسوع الأقدس للاتين تلاع العلي أمسيتها بمناسبة اليوبيل الفضي 25 على تأسيسها بمشاركة أوركسترا المعهد الوطني للموسيقى تزامناً مع عيد القديسة سيسيليا شفيعة المرنمين ووفاءً لذكرى فارس القبر المقدس الكومندور كرم مسيح. رعى الأمسية سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن بحضور غبطة البطريرك فؤاد طوال والمونسنيور ماورو للي القائم بأعمال السفارة البابوية في الأردن والأرشمندريت بسام شحاتيت وعائلة فارس القبر المقدس الكومندور كرم مسيح وعدد من الآباء الكهنة والراهبات وحضور جموع من أبناء الرعية ومحبي الجوقة. ابتدأت الأمسية بكلمة من راعي الكنيسة الأب علاء مشربش مرحباً بالحاضرين والداعمين للجوقة. وتحدث الأب مشربش عن تاريخ الجوقة التي بدأت وانطلقت من منطقة الجاردنز بعمان وكيف أكملت المسيرة بكل عزم وإصرار حتى وصلوا لعامهم 25 لافتاً إلى أهمية الجوقة وحضورها في الكنيسة التي تعيش المؤمنين في أجواء من الروحانية. اليوم نقدم في هذا المساء لله تعالى الشكر الجزيل على هذه الأعوام التي مرت ونقدم له مستقبلها لتسبيح اسم الله ومساعدة المؤمنين على الصلاة. لابد أن أشكر كل الأشخاص الذين تعاقبوا على قيادة الجوقة ولكل الأعضاء الذين قدموا كل جهد وتعب طيلة هذه الأعوام. ألف مبروك اليوبيل الفضي للجوقة، أهلاً وسهلاً بكم جميعاً. ومن ثم قدم قائد الجوقة السيد أكرم نصار الذي بدأ بتأسيسها عام 1993 كلمة رحب فيها بالضيوف واستذكر خبرته مع الأب المتنيح يوسف الربضي الذي شجعه بأن يبدأ بمسيرة لجوقة الرعية. بدي أحكي شغلة مهمة، الله يسكن وسط تسبيحات شعبه بحسب المزمور 22. ودايماً إذا إحنا كان المجد اللي منسعى له مجدنا الشخصي لن ننجح، لازم يكون مجد الله هو الذي يكون في الوسط، دايماً ربنا يكون في مركزنا. تلا ذلك كلمة للسيد سيف عباسي الذي استلم مسيرة الجوقة من السيد نصار عام 1998 حيث شكر جميع أعضاء الجوقة فرداً فرداً لالتفافهم حول الرعية، كما ذكر أعضاء الجوقة الذين رحلوا للأمجاد السماوية داعياً الجميع للصلاة عن راحتهم، مضيفاً بأن هذه المسيرة هي مسيرة فخر وعز لخدمة الكنيسة التي تجذب النفوس والالتزام الجاد والهادف من أعضاء الجوقة الذين كان همهم الأكبر استقطاب أعضاء جدد وتطوير جيل من القادة قادرين على استكمال المسيرة بكل مسؤولية ومحبة والتزام. وما ترونه اليوم من جوقة مميزة ما هو إلا تجسيداً لهذه الإرادة والعزيمة الصادقة.
وبعدها تم عرض فيديو قصير عن الاحتفالات التي شاركت بها الجوقة خلال 25 عاماً وصوراً مميزة لأعضاء الجوقة منذ التأسيس وحتى الآن. وبعدها قدمت الجوقة ترانيم مميزة بقيادة كل من السيد أكرم والأخوين سيف وفارس عباسي، منها خلينا نمشي إيد بإيد، وتهلل يوم تناديني، ويا عطش الأرواح، والعديد من الترانيم الروحية التي نالت إعجاب الحاضرين في أجواء ملؤها الروحانية والتسبيح. وفي نهاية الأمسية قدم المرنم فارس عباسي كلمة شكر فيها كل من سهر وتعب وكد في إنجاح هذه الأمسية التي حصدت ثمار 25 عاما من التألق والإبداع والتميز. واقتبس من أقوال القديس أغسطينوس الذي قال: من رتل فقد صلى مرتين، فبالترتيل تحيا النفوس وتمجد العلي. فأمسيات الجوقة تأتي دائماً لتحيي النفوس بين المؤمنين. وشكر عباسي الأب المتنيح إبراهيم حجازين الذي كان دائماً مشجعاً لمسيرته ومسيرة الجوقة، والذي أكمل بعدها الأب علاء مشربش إذ لم يتوانى عن خدمة الجوقة والرعية. فأمسياتنا عادة ما تكون دعوة عامة مجانية كي لا تكون عائقاً لمن يرغب بالصلاة معنا. 25 عاماً لم تخلو من الصعوبات أو التحديات والعراقيل التي جعلتنا أقوى فأقوى. وفي الختام قدم المطران الشومالي كلمة فخر واعتزاز بوجود هذه الجوقة بهذه القامة وبهذا المستوى المميز التي تسعى دائماً لتمجيد الله وتسبيحه، حيث قال: إن رعية قلب يسوع محظوظة بكنيسة تكاد أن تكون كاتدرائية باحتوائها على مؤمنيها وجمال إيمانها. كنيسة جميلة رائعة مع جوقة مقتنعة ومؤمنة ومبدعة، وجماعة مؤمنة تملأ جنبات الكنيسة يوم الأحد صباحاً ومساءً. فعلاً هذه الرعية هي منعم عليها. ومن ثم وزع سيادته الهدايا التذكارية لقادة الجوقة وأعضائها، وقدمت الجوقة درعاً تذكارياً لعائلة الكومندور كرم مسيح وللأب علاء مشربش على متابعتهم ودعمهم الدائم للجوقة. وتزامناً مع احتفال الجوقة بيوبيلها الفضي، ترأس سيادة المدبر الرسولي بيير باتيستا بيتسبالا القداس الاحتفالي بمعاونة الأب علاء مشربش والأب مروان حسان، وبمشاركة كهنة وشمامسة وراهبات وأعضاء جوقة قلب يسوع الأقدس وجمع من المؤمنين. وفي بداية القداس رحب الأب مشربش كاهن الرعية بسيادة رئيس الأساقفة وشكره على تلبية الدعوة والمشاركة مع الرعية والجوقة في احتفالهم هذا.
وقال الأب مشربش إننا نجتمع اليوم لأجل الصلاة في ذكرى مرور 25 عاماً على تأسيس هذه الجوقة لخدمة رعيتنا المحبوبة منذ عام 1993، وطلب من سيادة رئيس الأساقفة الصلاة لأجل الجوقة والرعية ليستمر عملهم في خدمة الله. وفي عظة القداس قال سيادته: إنني سعيد بأن أكون معكم هذا المساء في هذه المناسبة السعيدة التي تحتفلون بها بمرور 25 عاماً على تأسيس جوقتكم في عيد يسوع الملك ونهاية السنة الليتورجية. وأضاف سيادته: من خبرتي ولأكثر من 20 عاماً في دراسة الموسيقى في الدير، أستطيع القول أن هذه الجوقة مميزة للغاية، فالموسيقى تسهم في إنعاش الروح. وخلال التقادم على أنغام الجوقة، قدم المرنمون مجسماً يحمل رقم 25 في إشارة لذكرى التأسيس، ووضعوه على الهيكل على نية أن يكمل الله المسيرة الذهبية في خدمة الكنيسة. وفي نهاية القداس قدم سيادته للمرنم فارس عباسي الوسام الفضي للبطريركية اللاتينية كعربون حب وشكر جزاء أتعابهم اللامتناهية في خدمة الكنيسة وحقل المسيح. يذكر بأن جوقة قلب يسوع الأقدس جوقة رسمية لكنيسة قلب يسوع الأقدس للاتين في منطقة تلاع العلي في عمان، وتعد أقدم جوقة بدأت واستمرت في الأردن حتى يومنا هذا. تأسست عام 1993 واستمرت 25 عاماً، كما وتقوم الجوقة بأداء ترانيم بأربعة أصوات وأكثر خلال القداديس والاحتفالات الأبرشية. تحيي الجوقة ثلاث أمسيات أساسية خلال العام، وهي أمسية الآلام والقيامة خلال فترة عيد الفصح المجيد، وأمسية تكرسها الجوقة للصلاة إلى والدة الإله مريم العذراء، وأمسية ثالثة بمناسبة عيد الميلاد المجيد تختتم بها السنة الليتورجية. أعرب السفير الهنغاري لدى الأردن تشابا شيبيري عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية بين الأردن وهنغاريا، وقال خلال افتتاحه مشروع إعادة صيانة نظام التدفئة في مدرسة البطريركية اللاتينية في ماركا بعمان إن الحكومة الهنغارية قدمت مساعدات للأردن لدعم مشاريع إنسانية وتعليمية، مشيرا إلى الدعم الكبير الذي ستقدمه الحكومة الهنغارية لاستكمال بناء الكنيسة في موقع معمودية السيد المسيح على نهر الأردن. وتجول السفير شيبيري في مرافق المدرسة، يرافقه المطران الشوملي وراعي الكنيسة الأب خليل جعار، ومدير عام المدارس الأب وسام منصور، ومدير جمعية الكاريتاس الأردنية السيد وائل سليمان، واطلع على الخدمات والجهود التي تقدمها المدرسة للطلبة الأردنيين ولأبناء العائلات المهجرة. نحن نشكر الحكومة الهنغارية للمشاريع التي تقوم بها في الأردن بخصوص البعثات الدراسية ل700 طالب وطالبة في هنغاريا في مختلف التخصصات ومختلف الدرجات من الدرجة الأولى الجامعية حتى الدكتوراه. ونحن نفتخر بأن هنغاريا قدمت للعالم أكبر عدد ممكن من حملة جائزة نوبل للعلوم، وهذا دلالة على جدية الدراسة في هنغاريا، وكل سنة يوجد عشرات أو مئات البعثات للشعب لطلاب الشعب الأردني. برعاية أمين عام جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية السيد مازن الحمود، أقامت مجموعة كشافة ومرشدات البطريركية بعمان حفلاً في ساحة كنيسة يسوع الملك في المصدار لتكريم قادة وأفراد المجموعة وتجديد وعدها. حضر الاحتفال قدس الأب الدكتور عدنان بدر كاهن الرعية، وقدس الأب سليمان حفاوي المرشد الروحي، والسيد منذر الزميلي رئيس القطاع الكشفي والأهلي، وعدد من الأباء الكهنة وجمع غفير من المدعوين. وأكد زميلي لنورسات أن هذا الاحتفال يعكس مدى التطور الذي وصلت إليه الحركة الكشفية الأردنية الساعية نحو النهوض بالمجتمع الأردني وتربية النشء الجديد على أسس راسخة من التربية الوطنية السليمة.
لا شك أن ما رأيناه اليوم يعكس مدى التطور الذي وصلت إليه الحركة الكشفية الأردنية، وخاصة القطاع الكشفي الأهلي الذي أتشرف برئاسته ومعي مجموعة من الزملاء في مجلس إدارته، والذي نحاول من خلال مجلس الإدارة والجهد الكبير الذي يبذله قادة المجموعات أن ننهض بالقطاع الأهلي في هذه المملكة الحبيبة في بلدنا الأردن، بحيث تصبح الحركة الكشفية أكثر عالمية وأكثر قبولا لدى أفرادنا، ونسهم في تنمية المجتمع وفي تربية النشء الجديد على أسس راسخة من التربية الوطنية والتربية الدينية، بحيث يكونوا مواطنين صالحين ليخدموا بلدهم وأمتهم في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم. ضمن احتفالات شبيبات المملكة بعيد يسوع الملك وتحت رعاية المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن، نظمت الكلية البطريركية الوطنية في الأشرفية احتفالاً بهذه المناسبة. حضره راعي كنيسة المصدر الأب عدنان بدر ومديرة المدرسة سوزان حتر وعدد من أولياء الأمور. اشتمل الاحتفال على فقرات دينية وترفيهية هادفة. هذا الاحتفال تم تخطيط له خلال فترة وجيزة، والمشرف الرئيسي على هذا الاحتفال كان أبونا سليمان الحفاوي، طبعا بمساعدة المعلمات والإدارة المدرسة. الاحتفال بعيد يسوع الملك احتفال طبعا بتقيمه كنيسة يسوع الملك كل سنة بهاي الفترة الزمنية، بحيث أنه بيشمل الاحتفال فقرات منوعة في المدرسة أو أمسيات في كنيسة المصدر. وفي ذات السياق أقامت شبيبة القديس ميخائيل في بلدة السماكية بالكرك قداساً احتفالياً ترأسه الأب إبراهيم نفاع راعي الكنيسة والشماس الإنجيلي زعل حجازين بحضور الأخوات الراهبات وكافة فئات الشبيبة وجمع من المؤمنين. وخلال عظة القداس قدم الأب نفاع الشكر الجزيل لمسؤولي الشبيبة على جهودهم وتفانيهم في الخدمة، طالبا من المصلين الصلاة من أجلهم. وبعد العظة تقدم مسؤولو الفئات المختلفة من أجل تجديد وعد الشبيبة. احتفلت رعية مار ميخائيل السماكية باحتفال يسوع الملك كباقي رعايا المملكة، وتم تنصيب أعضاء الشبيبة بجميع فئاتها، وأمام مذبح الرب تم تجديد وعد الشبيبة لجميع الأعضاء. ونشكر دائما قناة النورسات لمشاركتها جميع احتفالاتنا بالرعية، فكل عام وأنتم بألف خير. وفي نفس المحافظة وبمناسبة قرب عيد الميلاد المجيد أقامت رعية سيدة الوردية في الكرك بازارها الميلادي تحت رعاية النائب البطريركي للاتين سيادة المطران ويليام الشوملي بحضور الأب فارس سرياني راعي الكنيسة والأباء الكهنة والراهبات وجمع من أبناء الرعاية. وفي ختام الاحتفال تجول المطران الشوملي في أروقة البازار الذي احتوى العديد من مستلزمات العيد والتحف والهدايا. زي ما أنتم شايفين في افتتاح بازار اليوم في رعية سيدة الوردية في الكرك جنوب الأردن، كل أهل الرعية وأيضا كثيرين من أبناء الكرك شاركوا في هذا البازار الخيري اللي رايعوا بيروح للفقراء. من ناحية أخرى قبل البازار عملنا قداس عيد يسوع الملك، وأثناء الشبيبة جددوا ولائهم والتزامهم بالشبيبة وبوعودهم. مبروك للرعية، وأهنئ كاهن الرعية الأب فارس لهذا النشاط العظيم اللي قام فيه، واللي من خلال النشاطات الروحية وأيضا الترفيهية عمله بنعش وبوحد وبجمع الرعية حول الكنيسة. إلى هنا مشاهدين وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. بحضور لافت عمان تشهد افتتاح بازار الرحمة الرابع. رعايا الكنائس في المملكة تحتفل بعيد يسوع الملك. السفير الهنغاري يدشن مشاريع في مدرسة البطريركية اللاتينية في ماركا. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursajordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.